قال انا المسعى بتاعي باش نوفق ما نجحش معاك انت، لانك انت متخذه موقف سابق ولك الحق في ذلك. ماهوش موقف، ولانك انت جي ارغيومونتي سي عبد. انا ما رديتش وسكت، انا سكت. تفضل كمل نسمعك. لا 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 كم قلت جي ارغيومونتي، انت قلت موقف مسبق. موقف مسبق على كل حال، كي تسمع اذا كان تاذني باش نتكلم. لازم نقول لك ان بالنسبه للمغالطه الاولى مش غريب من شخص وقف فهمه وادراكه في عام 60. سيادتك انت قاعده تحلل في العالم الان على حسب المقولات اللي كانت قائمه عام 60، واللي كانت تقدم العالم وتقسم فيه على كونه فما يسار ويمين. هذا احنا جوزناه، راح مع سقوط حائط برلين وسقوط الاتحاد السوفيتي وتغيير الأحزاب السياسية الشيوعية أسماءها، ما عادش الآن فما يسار ويمين. فما ناس متقدمين تقدميين وفما ناس رجعيين. واليوم الاتحاد هو متاع التوانسة الكل مش متاع اليسار. اليسار اللي ربما يكون فشل سياسيا ما يلزموش يلوج جحور يختبئوا فيها ومن خلالها ينقضوا على نضالات الأمة ليفتكها. أنا أقول لك اليوم القضية مش قضية يسار ويمين، هي قضية ناس يجابه في الواقع وتابع تعبين فيه ويقتحوا من أجله، والإسلاميين يحبوا يكونوا هذا الطرف وناس أخرين يحبوا يفتكوا نضالات شعبهم. انا ما نتهم حتى حد. شكونهم اللي سخرين؟ من فضلك عايشه. شكونهم اللي سخرين؟ باش نجم نفهمك، سينو ما نجمش نفهمك، باش نجم نتبع. لا تبعني و وانت كيفاش باش نتبع كي تقول لي باش نتبع؟ انت مش قادره باش تبعني. ايه قول لي ما يصيرش. علاش مش قادره باش تبعني؟ لان انت جايه لهنا بفكره مسبقه. انت جايه بالتمبري نتاعك. انا مانيش جاي بالتمبري نتاعي. انا جاي مواطن تونسي ناظر من اجل تونس. ما عندي مشكلة لا مع اليسار ولا مع اليمين، وماني منسحب حتى شق دون شق آخر. اللي مستعد يخدم تونس أنا معاه، أما اللي مستعد باش يخدم الإيديولوجيا متاعو نقول له برمشي حيث طردت لتخدم الإيديولوجيا متاعك. ولذلك الطرح اللي تقدم فيه هو الطرح اللي يشرق العالم، هو الطرح اللي انطلق عام 17 ولم ينجز، هو الطرح اللي تخلى عنه الشق الذي كان يتبناه وذمه. وليس دوري أن أذمه، وإنما دوري أن أقول بأن معركتنا اليوم هي معركة تنمية، وأن التأطير اللي تم من خلال الاتحادات المختلفة ليس موجها بعضها ضد بعض، وإنما هو موجه ضد الفكر المتخلف اللي قاعد يعطل فينا على الإنجاز. اليوم أنا نطالب بالمنظمة الشغيلة ومنظمة رجال الأعمال باش تمد اليد لليد باش تنجز المشروع الاقتصادي المنشود اللي من شأنه يحفظ حق العامل وكرامة العامل، لكن يحفظ لصاحب المال حقه في استعمال ماله واستثماره. واحنا ماناش كابيتاليست كما سيادتك انت قاعدة تقول، والبلاد ما استقرتش. نحكي على البروغرام الكتورال يا استاذه، ما عندناش بروغرام. البروغرام اللي عندنا هو بروغرام الناس الكل. الناس الكل وقت اللي هبطت وعدت واشطت في الوعد وهو خطا، ولست مع هؤلاء، وهؤلاء كذبون جميعا. اللي وعدوا الشعب وما انجزولوش كذابين. اللي وعدوا بالخبزه ب 100 مليم، واللي وعدوا باش يبني 1000 دار، واللي وعدوا باش يخدم 100000، الكلهم كذابين. فك الوقت ذاك اليوم نقول لك الوعد هو حسب المعطى الموجود. اللي قاعد يمارس في الواقع يلزم يدرك اشنية العقبات اللي قدامه. فما عقبات كبيرة قدام التوانسة، وسيادتك انت اذا كان يحرقك الحليب كما يحرقني انا على تونس، انا اللي قاعد نتكلم في الكلام الهلامي، لو كان يحرقك الحليب راك هبطت صنت على يديك، هم مصونين بعدها. لكن انا نقدر فيك واحترم فيك هالدغديغة اللي حركتني بها، واللي اشعرتني فيها بانه فما ناس مازالوا يعيشوا في صراع موهوم ولا وانقضى وانتهى وما عادش حشتنا به. جول جول جول
عليكم. لا لا تتنهد، لا لا تتنهد، بعد شوية الضحكة تعود والنار اللي بصدرك تبرد.